اهلا بكم من جديد. الحكومه تعرض بيانها او برنامجها على البرلمان غالبا نهايه هذا الشهر. ماذا سيتضمنه بيان الحكومه؟ ماذا سيحدث لقانون الخدمه المدنيه؟ هذا ما سنحاول ان نتعرف عليه مع السيد الوزير الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط والاصلاح الاداري. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. لكن خلوني قبل ما ابدا هذا الحوار اعلن ما اعلنته قناه سي بي سي منذ قليل، وهو التزامها الكامل بكل وكافة قرارات غرفة صناعة الإعلام التي صدرت منذ قليل، وحتى بما يتضمن من إيقاف برنامج الزميل خيري رمضان لمدة أسبوعين حتى انتهاء التحقيق. إذن سي بي سي تعلن التزامها بكافة قرارات غرفة صناعة الإعلام. دكتور أشرف، يعني خليني أبتدي بقانون الخدمة المدنية. بصراحة انزعجت من رفض المجلس للقانون حتى بعد ما انت رحت وحاولت تشرح ده للجنة القوى العامة. الحقيقه يعني خليني اكون واضح ان انا يعني ما كنتش متوقع الحقيقه انه يتم رفض القانون، لان يعني انا لما رحت الحقيقه في اللجنه الخاصه اللي تم تشكيلها لمناقشه القانون، الحقيقه كان يعني كلام كتير كان ايجابي، ان القانون بشكل عام قانون ممتاز، وده يمكن اللي اعلنه السيد رئيس اللجنه بشكل واضح في عدد كبير من القنوات بعد كده، ان القانون ممتاز وان في بعض التحفظات البسيطه على عدد من المواد. حاولت اشرح وايه الفلسفه اللي بني عليها القانون، لان احنا كل شايفين ان قانون الخدمه المدنيه هو واحد من اهم محاور خطه الاصلاح الاداري اللي تبنتها الحكومه منذ يونيو او اغسطس 2014. والحقيقه كنا شايفين ان بدون اصلاح اداري حقيقي في مصر، واعتقد كلنا مقتنعين بكده، مش ممكن ابدا نحقق اي من اهداف خطط الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الاخرى. وبالتالي الحقيقه يعني انا شخصيا يعني ما كنتش متوقع بمنتهى الامانه. بس اللجنه كلها رفضت بالاجماع يا دكتور. هي الحقيقه يعني الحقيقه حصل يعني طبعا القانون عرض زي ما حضرتك عارفه انه كان تزامن الموضوع مع يعني 25 يناير. حضرتك كمان شفتي ان كتير من الناس كانت بتتكلم على ان الدوائر بتاعتها ضغطة عليها علشان كذا، لكن أعتقد كان الرأي العام في داخل اللجنة وعبر عنه بشكل واضح في عدد كبير من المداخلات وفي المنتديات اللي حصلت، هو ان القانون بشكل عام قانون ممتاز ويخدم اهداف الاصلاح الاداري، لكن بعض المواد عايزة بعض التعديلات، وهو ده الحقيقة اللي احنا عكفنا على دراسته خلال الفترة الماضية. قبل ما ادخل في التعديلات، لماذا لم تذهب الى الجلسة العامة اللي نوقش فيها القانون وتدافع عن القانون بنفسك؟ يعني ده طبعا كان من الاختيارات. خليني اكون واضح، انا كنت طبعا متابع بشكل واضح جدا الجلسة، وكان عندي المستشارين بتوعي كانوا موجودين داخل الجلسة العامة، ومع سيادة المستشار مجدي بيه العجاتي كانوا موجودين وكنا على تواصل دايم. لكن الحقيقة انا شفت ولاحظت ان الحقيقة رغم ان كانت المناقشة في اللجنة الخاصة كانت اتجاهها واضح جدا ان احنا يعني القانون ممتاز وقانون احنا محتاجينه لكن هنرفضه، فكان اجماع. يعني حسيت ان المناقشة موضوع سياسي يعني ولا ما حسيتش ان الموضوع ان احنا هنتناقش في الموضوع يعني تحت القبة، مش هنتكلم في المادة دي والمادة كذا المضمون، ولكن ان الوقت مش مناسب وان احنا لازم وان احنا الناس متضايقة. حاولت اوضح ان احنا جماعة القانون ده مطبق اولا من مارس 2015، وبدأ تطبيق الشق المالي منه من يوليو 2015، يعني قعدنا 7 شهور بنقبض على جداول الاجور الجديده في قانون الخدمه المدنيه، وما لاحظناش ابدا وكلنا موجودين وما لاحظناش ان في يعني غضب كبير. بالعكس الحقيقه احنا عايز اوضح، لان في بعض الحاجات اللي يمكن الحقيقه وانا برضو مش عارف نفسي من المسؤوليه ان احنا يمكن كنا محتاجين يعني نوضح اكتر. لو كنت حضرتك رحت تحت القبه وكنت في الجلسه العامه ورحت دافعت، لانه ده موقف هيتكرر كتير. نعم. فيمكن لو كنت حضرتك رحت ودافعت عن القانون ربما ما كانش هذا الامر وصل لكده. يعني صدقيني احنا يعني حاولنا نشوف يعني هل الحضور احسن او عدم الحضور احسن. يعني كان الراي الغالب في ان احنا لا، الحضور الحقيقة مش هيغير كتير، لان المناقشة مش هتكون مناقشة في الموضوع على قد في الرأي العام بيقول كذا، ان 25 يناير على الابواب، ان يعني فكان الحقيقة الواحد
ما كنتش يعني حسيت ان هو لا داعي للحضور يعني، لانه لا، في النهايه. وخصوصا انا حضرت في اللجنه اللي هي المتخصصه. بس كنت متوقع هذا الرفض؟ الحقيقه الحقيقه في لما بقى وصل الموضوع في الجلسه العامه كان الاتجاه، لان انا الحقيقه على تواصل دائم مع عدد كبير جدا من النواب، كل يعني بنتقابل كتير جدا، وحاولنا نعمل جلسات كتيره جدا، ويعني حسيت الحقيقه بشكل واضح يعني قبل الجلسه بيوم ان الاتجاه العام هو الرفض. لرفض قيل وقتها ان حضرتك قدمت استقالتك، هل هذا صحيح؟ لا والله. انا بقى يعني ده الحقيقه كان حدث غريب جدا. انا كنا في اليوم ده تزامن الجلسه اللي كان فيها تصويت على القانون، كان في عشاء رسمي على شرف الرئيس الصيني، وانا كنت في هذا العشاء الرسمي. خرجت لقيت الموبايل بتاعي فاصل من الشحن من كتر التليفونات، قالوا بس فقال تليفونه لك قفل تليفونه يبقى قفل قدم وكذا. استقالته. وبالتالي انا الصبح الحقيقه من اول الحاجات اللي طلعتها ان انا قلت بيان مختصر، قلت ضميري مرتاح، وقلت واصل عملي بشكل لم طبيعي. تفكر في تقديم استقالتك لا خالص؟ الحقيقه، لان انا الحقيقه اؤمن بالديمقراطيه كلها، لازم يعني اولا لازم نبقى كلنا مقتنعين ان هذه التجربه تجربه مهمه جدا، وتجربه الحقيقه جديده، ولازم كلنا نسعى لانجاحها، ان احنا يكون عندنا برلمان قوي ويكون في رفض وفي ايجاب، كلنا ده لازم نبقى متوقعين ان ده يحصل. وبالتالي انا جزء من هذه العمليه، وبالتالي انا مش شايف ابدا ان كل ما يترفض قانون او كل ما الوزير يصير خطوه المسؤول الوزير المسؤول يستقيل، ده الحقيقه مش يعني بعتبره زي مش ما حضرتك صحيح. قلت القانون بيتنفذ من او بيتطبق من 7 أشهر تقريبا، يبقى بالتالي في اثار مترتبه على الغائه. هل حصرت حجم الاثار الحقيقه المترتبه؟ احنا الى الان يعني احنا علشان كده احنا الحقيقه احنا راعينا ان احنا نخلص بسرعه قانون جديد، نستجيب في القانون الجديد لكل او معظم خليني اقول الملاحظات اللي جت في تقرير اللجنه وفي المناقشات في الجلسه العامه، علشان الحقيقه نحاول ان احنا ان شاء الله يكون في اصدار، نتمنى يعني ان يصدر القانون الجديد، وبالتالي ما يحصلش ترتيبات. طبعا في اختلاف هنا علشان اكون واضح قانوني، يعني في رايين قانونيين. في راي قانوني بيقول ان احنا بنرجع تلقائيا الى قانون 47، وبالتالي ده راي قانوني. في راي قانوني الحقيقه يعني لا يقل عنه في القوه، بيقول لا احنا عندنا فراغ تشريعي، وبالتالي لازم يصدر تشريع جديد. يبقى مرتبات فبراير هنقبضها او الموظفين هيقبضوها طبقا لاي قانون؟ قانون 18 حتى هذه اللحظه، لان هو لم ينشر في الجريده الرسميه حتى اللي هو الان. قانون الخدمه رفض المدنيه. رفض قانون الخدمه المدنيه حتى الان. الناس هتقبض في مرتب يعني عارف، قبضوا يناير على نفس القانون، نفس الفكره على فبراير فبراير هيقبضوا حتى هذه على اللحظه، حتى هذه اللحظه، لانه لم ينشر في الجريده الرسميه رفض للقانون. طيب دلوقتي هل انتوا كده هنستنى صدور التشريع الجديد؟ يعني انتوا دلوقتي هتقدموا التشريع الجديد امتى؟ احنا قدمناه بالفعل، ارسلناه رسميا للسيد رئيس مجلس الوزراء، ارسله رسميا للسيد رئيس مجلس النواب بالامس. بس ده هياخد وقت لانه لسه عندهم اللائحه وعندهم اللجان، هل هيتم مناقشه يعني القانون؟ والله انا يعني طبعا هي متروكه للمجلس، لكن احنا نتمنى ان يكون مثلا برضو في لجنه خاصه لهذا الموضوع، لان طبعا ده قانون مهم، وزي ما حضرتك يعني عارفه وان يعني مرتبط بيه يعني حاجات كتيره في جدا. في قوانين اخرى كمان تم يعني لا هي مرتبط بيه قانونين مهمين جدا وتم الموافقه عليهم، الضرائب، الرفع الحد الادنى على الضرائب، وقانون التامينات والمعاشات. يعني التعديلات اللي حصلت على قانون التامينات والمعاشات كلها بتتكلم على، وده اقر في المجلس ومرتبطه بالقانون الخدمه المدنيه طيب بشكل واضح جدا. وبالتالي طبعا يعني دي ازمه يعني. يعني فاحنا نتمنى ان يتم ان شاء الله باذن الله مناقشته، خصوصا واحنا استجبنا تقريبا لكل الملاحظات اللي وردت في تقرير اللجنه على القانون. قول لي بقى ايه اهم كانت الملاحظات وانتوا استجبتوا ازاي؟ هي الحقيقه كانت يعني الملاحظات كان فيها حاجات خاصه بالحق، لازم يكون بالرد على الموظف اذا تظلم من تقرير الكفايه الخاص بيه، وبالتالي احنا نصينا على ده بشكل واضح في استجابه لفكره الماده الخاصة بمحو الجزاءات. قانون الخدمة المدنية قبل كده كان بينص على عدم محو الجزاءات، على اعتبار ان الجزاء بيتم محو الاهم هو في الترقية، يعني هو انا ببقى عايزه يتمحي الجزاء بتاعي علشان اترقى، وكان القانون فاتح الباب للترقية. لكن احنا برضو استجابة لده حطينا بشكل واضح في مدد معينة على حسب الجزاء، لان طبعا طبيعة المخالفة في مخالفة بسيطة في مخالفة جسيمة، وبالتالي الجزاء بيبقى على حسب نوع المخالفة، وبالتالي محو الجزاء على مدى يعني مدة معينة
وفقا لطبيعة الجذع اللي موجود، فده استجابة للمادة. برضو الحاجة التانية طبعا اللي اتقالت هي موضوع 5% اللي هي العلاوة، علشان دي عملتوا فيها ايه؟ انا حابب اوضحها بس. اتفضل يعني يا حبيبي. طبعا الموضوع متروك للمجلس، اللي احنا حطيناها الحقيقة زي ما هي في القانون 5%. 5%، وعايز اقول هنا بس ان هي 5% من الاجر الوظيفي. الاجر الوظيفي يعادل 3 امثال الاجر الاساسي اللي هو كان موجود في قبل كده في 47. فلما كنا قبل كده بنتكلم على 10% من الاجر الاساسي، النهارده 5% من الاجر الوظيفي تعادل 15% من الاجر الاساسي. الحاجه الثانيه ان انا عايز بس اوضحها برضو هي الفرق، لان الناس عامله في نوع من الخلط بين ما يسمى بالعلاوه الدوريه والعلاوه الخاصه او العلاوه الاجتماعيه، او اللي هم سموها في التقرير علاوه يوليو. بس انا ارجع لل 5%، هو كان اعتراضهم هم عايزين يقولوا ان ما تتقفلش على 5% ويبقى في فرصه انه ممكن تزيد في فترات لاحقه لو الاقتصاد اتحسن. هل انتوا لا يعني احنا ملتزمين الحقيقه، بيها؟ لان ده يعني تاني حضرتك، واحنا يعني طبعا مساعد وزير الماليه يقدر يتكلم في ده افضل مني طبعا، إن لما بتيجي نحط الموازنه، فالفكره ان هو نقول ان هو ما لا يقل عن 5% دي تفتح الباب، ما نقدرش نبقى عارفين بالظبط احنا هنحسب الموازنه على ايه. لكن اللي انا عايز اقوله ان العلاوه الدوريه ال 5% دي زي ما قلت لحضرتك، اولا 15% من الاجر الاساسي، هي المقابل ليها كان ايه؟ كان جنيه ونص الى 6 جنيه وربع، ده اللي لازم نبقى واضحين. العلاوه الدوريه كانت قبل كده بتتراوح بين جنيه ونص و6 جنيه وربع، النهارده في القانون بقت 5% او 15% من الاجر الاساسي. ده مختلفة تماما عن ما يسمى بالعلاوة الخاصة أو العلاوة الاجتماعية اللي كانت بتقر في يوليو، اللي هي 10% أو 5%. ده بيطلع بيها قانون آخر خالص، ده قانون خاص بيطلع بيها من السيد رئيس فبالتالي الجمهورية، لا تتأثر. لا تأثر دي حاجة ودي حاجة، وبالتالي هنا الخلط يمكن مش دقيق. طبعا في حاجات خاصة بمادة الندب مثلا، كانت برضو من الحاجات اللي كانت الناس، احنا قلنا ايه الندب بعد، يعني انا ما ينفعش اقعد 30 سنة منتدب من جهه الى جهه، وحاجز مكان. احنا بنقول بعد 4 سنين، والله بعد 4 سنين دلوقتي خلاص اقدر اقيم انا محتاجه ولا مش محتاجه. لو محتاجه وهو عايز يتنقل عندي بنقله على طول، وده بيعمل نوع من الاستقرار بالنسبه للاسر. الحاجه الثانيه الماده اللي هي طبعا الحقيقه برضو كان فيها كلام، اللي هي خاصه بالتسويات، اللي حصل على مؤهل اثناء العمل، دي كانت برضو من الحاجات. طبعا احنا قلنا بشكل واضح هي الحقيقه يعني دي انها مش مقبوله بالنسبه، لو احنا بنتكلم على اصلاح اداري، انا عمل خلل كبير جدا هذه الماده الخاصه بالتسويات قبل كده، وبالتالي احنا في القانون الجديد بنقول لا، احنا كنا في القانون اللي رفض قانون 18 قلنا هنديله علاوه تميز علمي او حافز، خلينا نقول حافز تميز علمي 2.5% من الاجر الوظيفي. احنا استجابة برضو للتقرير اللجنة حبينا نزود هذا الحافز الحقيقة، وبالاتفاق مع السيد وزير المالية، والنهاردة بنتكلم في القانون الجديد اللي عرض اللي ارسل للمجلس. بس مش هياخد يعني، بنتكلم على 5% من الاجر، يعني ضعفنا الحافز. بس هم كانوا طالبين حاجة تانية، هم كانوا طالبين ان هو يتسوى. احنا برضو ما قفلناش الباب للتسوية، احنا قلنا والله لو الجهة محتاجة هذه الوظيفة بتعلن عنها بمنتهى الشفافية وبيتقدم ليها الشخص زي حد، وطبعا هيبقى له أفضلية مفترض، لأنه برضو ابن المكان وهيكون أكيد عارف المكان أكتر، وبالتالي هتبقى ليه ميزة. دي يمكن يعني الحاجات الأساسية خليني أقول اللي كنا بنتكلم فيها. متوقع أن هذا القانون بصراحة لما يعرض بهذه التعديلات المرة دي ياخد موافقة، هتعملوا إيه عشان تقدروا تعملوا الموضوع ده؟ فيه سياسة يعني، فيه لوبينج طبعا، وفي أن أنتوا تقعدوا تشرحوا للناس. نعم، أنا الحقيقة احنا يعني شغالين بالفعل. أولا زي ما قلت لحضرتك احنا بدأنا من تقرير اللجنة، فاحنا شفنا ايه هي الـ8 حاجات اللي هم اثروها في التقرير، واستجبنا زي ما قلت لحضرتك تقريبا لكلها في القانون الجديد. ده نمرة واحدة. الحاجة الثانية زي ما حضرتك بتقولي احنا على تواصل دائم الحقيقة، يومي لقاءات مكثفة مع عدد كبير جدا من السادة النواب، بحيث ان احنا نبدأ نشرح بشكل افضل. انا موجود النهاردة مع حضرتك، بنحاول برضو لو في اسئلة، لو في تحفظات، لو في حاجة مش واضحة بنحاول نوضحها، وده هيكون يعني عمل مستمر خلال الفترة القادمة لحد ان شاء الله لما يناقش في البرلمان، ونتمنى ان شاء الله ان يمر بشكل جيد المرة دي.
هذا القانون لا يطبق او لا يشمل كل العاملين بالدوله، يعني هو بيشمل حوالي ايه 50% فقط والله اكتر طبعا، هنتكلم حوالي 60% من يعني، بس مش عايز اقول كم 50 او 60. انا عايز اقول الاول ان ده برضو من الحاجات اللي اثيرت، ان القانون بيستثني جهات كتيره او فئات كتيره من القانون. القانون بيخاطب جميع الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 لسنة 78، يعني نفس الجهات اللي كانت مخاطبة بقانون 47 لسنة 78 هي نفسها اللي مخاطبة بقانون الخدمة المدنية. والمادة الأولى اللي هي كان في تقرير اللجنة أشير أنها عدم دستورية أو غير دستورية أو كده، هي ذات المادة اللي كانت موجودة في قانون 47 وفي القوانين السابقة، وطبعا عرضت على كل الجهات زي ما حضرتك عارفة. غير عدم الدستورية، فكرة العدالة بين الكل، يعني أنا بلاقي انه الاطباء براه، المدرسين براه، القضاة براه، الشرطه براه، الجامعه، شرطه الجامعه، حتى قطاع الاعمال العام. قطاع الاعمال العام زي ما حضرتك عارفه يعني، ده برضو احنا يعني احنا عندنا الحقيقه، احنا مجمعين وحاطين على الويب سايت بتاع الوزاره القوانين اللي بتحكم الخدمه المدنيه في مصر، لان الحقيقه في قوانين كتيره بتحكم الخدمه المدنيه في مصر. قطاع الاعمال العام دي شركات بتشتغل بفكر اقتصادي بيحكمها قانون 203 لسنه 91، وبالتالي ما اقدرش انا احكم عليهم بقانون وبالتالي ابدا احاسبهم. بس يا دكتور احنا عايزين نعمل اصلاح اداري في كافه المؤسسات، وهنا فكره الجرأه في الاصلاح، ان انت تقرر ان انت كل الناس تخضع، يعني كل العاملين في الدوله يخضعوا لنفس المعايير، عشان كمان ما يحسش اللي هنا ان في تميز عن 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 شخص اخر او في وضع مختلف. لا يعني انا زي ما بقول يعني، يمكن بشكل مثالي اللي حضرتك بتقولي ده صحيح، لكن هو بشكل عملي صعب جدا، والحقيقه في حالات كتيره غير يعني ما نقدرش نقول ان هو منطقي جدا. ان انا اقول ان انا شركه، طب ما اعمل ده على القطاع الخاص مثلا، ايه الفرق بين القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام؟ القطاع الخاص مش جايه فلوسه من الحكومه. قطاع الاعمال العام نفس الفكره، قطاع الاعمال العام ما بياخدش فلوسه من الموازنه العامه للدوله، وبالتالي انا سايب له الحريه ان هو، نفس الفكره في الهيئات الاقتصاديه، لو حضرتك بتتكلمي على هيئه زي السكه الحديد، بس دي هيئه اقتصاديه. بس شركات قطاع الاعمال العام هي شركات كتير منها خسران، وكتير منها بياخد فلوسه وارباحه وحوافزه من الدوله، بس من ده بشكل لو حضرتك بتشوفي برضو ده بياخدها في شكل ايه؟ بياخدها في شكل مساهمات، يعني وزاره الماليه لما بتدفع هذه الاموال بتدفعها في شكل مساهمه وزياده في راس مال هذه الشركات. طبعا ده وضع، ده في النهايه وضع مختل، معلش في خلل. اللي انا عايز اقوله برضو، طبعا لو برضو رجعنا، خلينا اقول يعني لو انا رجعت لقانون ال 47 مثلا، ما فيهوش برضو ان في قانون 48 وفي قانون 203، بس احنا هنا بنتكلم على اصلاح اداري 150. شامل، وانا موافقه على الاصلاح الاداري، بالعكس احنا بندعمه. انا بتكلم هنا على فكره اصلاح اداري شامل. انا ما ينفعش نبقى عندي شركات خاسره بتكلف موازنه الدوله فلوس والعمال يعملوا اضراب عشان ما بياخدوش الارباح والحوافز. نعم. في شركه خسرانه. ففكره جرأة الاصلاح، احنا طبعا بالنسبه لجرأة الاصلاح وهو تكمله للقانون يعني، لكن احنا شفنا ان هو مهم ان يتحط في قانون الموازنه العامه للدوله. حضرتك شفتي القانون الموازنه العامه للدوله اللي اقرت السنه دي، احنا في الماده 15 نفس المعامله الماليه اللي تم بيها قانون الخدمه المدنيه تم تطبيقها على جميع الجهات والفئات الداخله في الموازنه العامه للدوله. يعني حضرتك بتكلمي على القضاء، بتكلمي على الشرطه، بتكلمي على الجيش، بتكلمي على اساتذه الجامعه، بتكلمي كل احنا عملنا ايه الاصلاح الاساسي اللي احنا عملناه في جدول الاجور. اولا احنا خلينا الاجر عمودين فقط، اجر مكمل، اجر وظيفي اللي هو واحد بالنسبة لكل الجهات الدولة، كل جهات الدولة، الجهاز الإداري للدولة هو الأجر الوظيفي، هو أجر واحد بصرف النظر أنا بشتغل في جهة ألف أو ب أو جيم، نفس الأجر الوظيفي. الفروقات بتحصل فين؟ في الأجر المكمل اللي هي كانت قبل كده بتتراوح نسبة الحافز مثلا، كان أنا باخد مثلا، أنا موظف في المحليات فباخد 300% أو 375% حافز إسابة، في جهات تانية بتاخد 1000 و1500 و1800 وأكتر. فكانت النسب دي، هذه اللي كانت بتخلي ان مش بس التفاوت موجود، ده التفاوت بيزيد سنه بعد سنه. طب فانتوا عملتوا ايه في احنا اللي احنا عملناه؟ احنا حولنا الاجر المكمل الى قيمه مطلقه كما هو كرقم، يعني بدل ما نقول 1000% لا، هو ده يعادل 1000 جنيه، فاحط له 1000 جنيه رقم مطلق كما هو في 30/6/2015، وهو ده اللي بدخل بيه السنه الماليه. فتحولت الحافز ده من نسبه من الاجر الى قيمه مطلقه، ده نفس اللي عملناه في الماده 15 في الموازنه العامه للدوله بالنسبه لكل الفئات اللي حضرتك بتقولي عليها، علشان يكون في نوع من العداله ويكون هو ده الاسلوب المطبق. يبقى ده بدايه لاصلاح حقيقي، لان اللي حضرتك عايزه توصلي له ده احنا عايزين نوصل له برضه، بس ما تقدريش
تطبقيه بين يوم وليله ولكن على مدى. فدي كانت نقطه بدايه اساسيه في قانون الموازنه العامه للدوله، ان احنا نعامل نفس المعامله الماليه. وده يمكن اللي عمل خلط شويه. ناس كتير لو حضرتك تابعتي طبعا في الفتره دي يقول لك ده طبقوا علينا قانون الخدمه الماليه، يقول لا والله ما قانون انت مش مخاطب بقانون الخدمه الماليه، لكن انت مخاطب بقانون الموازنه العامه للدوله اللي هي بتطبق تقريبا نفس الاسلوب اللي احنا طبقناه في قانون الخدمه المدنيه عشان نراعي فكره العداله والانصاف يبقى شامل. وبالعكس تشجع ناس كتير ان تقول طب انا خلاص مش عايز القانون ده، انا عايز ادخل تحت مظله قانون موحد للخدمه المدنيه. اذا لم يتم اقرار القانون احنا بنقول الناس هتقبض الشهر ده طبقا لقانون الخدمه المدنيه برضو حتى هذه اللحظه، لكن احنا بنتكلم في انه على ما بيان الحكومه هيتقال. انا اظن ان القانون ده مش هيتناقش قبل نص مارس يعني. يعني في كل الاحوال احنا عموما يعني قدمناه ونتمنى ان هو يناقش يعني سريع. ساعتها هتفضل تقبض طبقا لقانون الخدمه المدنيه برضو؟ لان يعني زي ما بقول، لان هو الفكره ان هو لو ما كانش، لو حتى رجعنا للقانون 47 هيترتب عليه تعديلات اخرى، لان مثلا دلوقتي ال 47 يعني انا طبعا مش قانوني بس بقول لحضرتك في رايي، في كمان اثر مالي، في اثر مالي، في اثر مالي ممكن الموظف نفسه يتضرر. ده اللي انا عايز يعني انا مش بس عايز. بس هل هي كانت مرتبطه بقروض البنك، بقرض البنك الدولي؟ لا، ده برضو من الحاجات اللي كانت ذكرت كده على لساني عدد من التصريحات انا كذبتها في اكتر من مناسبه. ما ابدا لم اربط اطلاقا بين اقرار القانون والحصول على اي قرض سواء من البنك الدولي او غيره. برضو ذكر على لساني ان انا قلت ان في 17 مليار جنيه هيتم توفيرهم او هيتم كذا. يعني انا لم اتطرق لده مطلقا، لان انا عارف كويس قوي ان اولا احنا لازم نبقى كلنا مقتنعين بالاصلاح، ان الهدف من هذا القانون هو اصلاح حقيقي في الجهاز الاداري للدوله. فاحنا واجندتنا اجنده وطنيه خالصه للاصلاح على كل المستويات، وبالتالي احنا بنحط ما يعني نراه في صالح الوطن في هذا الفريق. خلينا ننتقل بقى الى برنامج الحكومه اللي هتعرضه نهايه هذا الشهر بدايه الشهر المقبل. كان في مطالبات ان هو يتغير ميعاد 27، بس يعني هنشوف ماذا سيحدث. بصراحة ايه هي السياسة الاقتصادية اللي انتوا هتعرضوها؟ يعني نحن نتوقع ان تخرج علينا الحكومة بسياسة اقتصادية واضحة نقدر نفهم انتوا ماشيين فين او الحكومة ماشية فين. يعني ده طبعا اللي هنحاول يعني السيد رئيس الحكومة ان شاء الله باذن الله بيعرضه بشكل تفصيلي. احنا الحقيقة عكفنا الفترة اللي فاتت يعني اشتغلنا كتير قوي على موضوع برنامج الحكومة. احنا ان شاء الله البرنامج الناس لما هتشوفه هترى ان هو برنامج غير تقليدي. حضرتك تابعتي السيد رئيس الوزراء زار اغلب الوزارات تقريبا بنفسه عشان يناقش الخطط التفصيلية لكل وزارة، وبنجمع في التقرير البرنامج الشامل. الحقيقة البرنامج هيكون بيشمل في البداية هو الوضع الراهن، علشان لازم كلنا نبقى عارفين ما هو الوضع الحقيقة وما هي التحديات اللي بتواجهها مصر على كل الأصعدة. وده يعني مقدمة مهمة جدا. ايه اهم التحديات اللي انتوا هتقابلوها؟ احنا طبعا عندنا تحديات زي ما حضرتك عارفة، تحديات على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الداخلي بشكل واضح جدا بنعرضها، سواء على أمن قومي اللي ما يحدث في المنطقة، على صعيد الإرهاب واللي بيحصل في الداخل، على صعيد على المحور الاقتصادي ايضا احنا عندنا تحديات كبيره جدا. عندنا طبعا معدل النمو الاقتصادي لسه منخفض، والحقيقه في تحديات كبيره جدا ان هو ده بالنسبه لنا. معدل الاستثمار واضح جدا ان هو اقل بكثير مما نطمح اليه. معدل البطاله بالذات بين معدل الاستثمار قد ايه دلوقتي؟ معدل الاستثمار دلوقتي بيتكلم في حدود 14 إلى 15%، اقل من 15%. لا احنا كنا وصلنا قبل الازمه العالميه في 2008 ل 22%. الدول اللي عملت قفزات بتعمل 30% و35 و40% معدلات استثمار، فاحنا لسه بعيد الحقيقه على معدلات الاستثمار المستهدفه. هو طبعا احنا بنقول معدلات الاستثمار دي عشان تحقق معدلات تشغيل. معدلات تشغيل هو المهم. انا عندي رسميا 3.7 مليون متعطل عن العمل وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. ولما نتكلم على المتعطل هو المتعطل الظاهر، ناهيك عن البطاله المقنعه، ناهيك عن العمل في القطاع غير الرسمي وغير المنظم، ناهيك عن فكره نقص التشغيل. فكل دي كلها تحديات، وبالذات بين الشباب هنلاقي ان هذه النسبه نسبه كبيره بتوصل الى يعني بحدود ال 30% معدل البطاله الرسمي المعلن بين الشباب. 30% من الشباب اللي هي الفئه العمريه 15 الى 29 سنه تحديدا. طبعا كتير. فده تحدي الحقيقه حقيقي. وبالتالي احنا ليه احنا بنتحرك، لو حضرتك بقى بنتكلم على ما هو برنامج الحكومه علشان تواجه دوت، نتحرك على محورين اساسيين الحقيقه. محور مشروعات قوميه
مياه كبيرة جدا بيتم تدشينها، ده بيحقق أهداف تشغيل ونمو وزيادة معدل الاستثمار آنيا ولحظيا بتأثر، لكن كمان على المدى المتوسط والطويل بتزود لي المساحة المأهولة بالسكان. واحدة من أهم التحديات اللي احنا بنواجهها هي إن المساحة المأهولة بالسكان في مصر أقل من 7% من إجمالي المساحة. احنا عايزين نوصل على الأقل لحدود ال 11-12%، ده مش هيحصل غير ان انا بتحرك بشكل كبير جدا في عدد من المشروعات القوميه، سواء في قناه السويس، سواء في مليون ونص فدان، سواء في العاصمه الاداريه، سواء في الساحل الشمالي الغربي، في المثلث الذهبي، كل ده وفق خطه علشان اتحرك واوسع المساحه المأهوله بالسكان. فالمشروعات القوميه دي حاجه، الحاجه الثانيه هي المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. حصلت مبادرات كتيرة خلال الفترة اللي فاتت، وأخرها يمكن المبادرة اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزي، لكن إحنا الحقيقة يعني علشان أكون برضو واضح، في تايم لاج، في فترة كل هذه المشروع، كل هذه الايادي، مش عارفه انت يعني انا مش فاكره اساميهم حتى من كتر ما كانوا كتار. في حاجات مهمه جدا، هي مشروعك الحاجات دي ما بتشتغلش. لا هي اشتغلت علشان بس مش بالزخم، بس مش بالزخم، لان يعني زي ما اقول لحضرتك تاني، هي مهم قوي قوي استاذ لميس ان احنا يعني مثلا زي في المليون ونص فدان، احنا لو مشينا كنا بالشكل التقليدي، خلينا اقول كده ان كل وزاره بتعمل شغلها والزراعه بتعمل شغلها والري بيعمل شغله والاسكان بيعمل شغله، احنا فين ما يسمى بمدير المشروع؟ فين الشخص اللي انا هساله وهحاسبه؟ فاحنا النهارده بنتحرك بشكل مؤسسي وحطينا الشركه، عملنا موضوع شركه الريف المصري الجديد، حطينا عليها مجلس اداره. لو حضرتك تشوفي الاسماء اللي موجوده على مجلس الاداره، ناس محترفه، ناس كلها بنحترمها وبنقدرها، بيشتغل بفكر قطاع خاص موجود في الاداره بحيث انك تضمن كفاءه التشغيل وان المشروع رأس يوصل. راس المال منين يا فندم؟ راس المال احنا حتى هذه اللحظه طبعا راس المال اللي هو في مرحله التاسيس 8 مليار جنيه. منين؟ 8 مليار جنيه موجودين طبعا، في جزء منهم عينا لان المليون ونص فدان دول ليهم قيمه، فبالتالي بتدخل في راس مال الشركه. الابار اللي تم حفرها برضو بتدخل في راس في راس مال الشركه، بالاضافه لجزء ناقدا مدفوع اساسا من هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، لان المشروع ده مش مشروع زراعي بس، الناس احنا بنتكلم على تنميه مليون ونص مجتمعات عمرانيه جديده، وبالتالي هيبقى في بنك اراضي كبير جدا على فكره في هذا المشروع. زي ما بقول لحضرتك طبعا راس مال اكبر من كده بكتير. طيب علشان اكون مين من مجلس اداره هذا المشروع؟ احنا كاسماء يعني احنا الحقيقه احنا عندنا الاستاذ احمد فكري، احمد الصياد، احمد سمير الصياد هو الرئيس مجلس اداره الشركه، وهو يعني واحد من الناس المتميزين في القطاع الخاص وعمله خبرته كبيره جدا في القطاع الخاص. الاستاذ طارق توفيق موجود، الاستاذ هشام عكاشه موجود، عندنا اللواء كامل الوزير موجود، عندنا يعني مجموعه تانية ممثلي بقى الجهات نفسها اللي هي مشاركه. فعندنا الحقيقه مجموعه، عندنا الاستاذ عاطر حنوره من الـ من الـ من الـ من المشاركه بين البي بي بي مشاركه القطاع الخاص. طيب انا حاسه ان احنا برضو بعيد عن الفكره الاساسيه اللي هو يعني انا يعني ماذا أريد لهذا الاقتصاد؟ إلى أين أخذ هذا الاقتصاد؟ غير معدلات النمو ومعدلات البطالة وما إلى ذلك، أنا عايز أعرف العلاقة بين دور الدولة والقطاع الخاص. القطاع الخاص يشعر أنه مهدد، القطاع الخاص يشعر أنه بيتم التضييق عليه إما بضرائب أو جمارك أو أزمة دولار أو أزمة تراخيص أو أزمات بيروقراطية. القطاع الخاص يشعر أن المحرك الأساسي في الاقتصاد هو القوات المسلحة، وخلينا نقول الكلام بوضوح يعني برغم أنه بيشتغل من الباطن في القوات المسلحة، في حالة من الارتباك الفكر الاقتصادي. فإحنا محتاجين في بيان الحكومة أن إحنا نفهم هو احنا رايحين فين، يعني ايه الفكر الاقتصادي اللي بيحكم. لا يعني يعني طبعا هيشار لده بشكل تفصيلي الحقيقه في البرنامج، لكن بقول لحضرتك يعني قولا قاطعا ان القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي في الحقيقه. اذا كنا عايزين نمو وعايزين استثمار وعايزين تشغيل، هو القطاع الخاص هو اللي هيقود هذه العمليه بلا شك. ده كلام جميل على الارض، حضرتك عارف على الأرض. ان هو لا يحدث اي شيء. خليني اقول على الارض برضو، لان انا برضو بنفس المنطق انا النهارده بقول
ان انا عملت شركه الريف المصري جديد مثلا، لكن حطيتها راس مالها عام، لكن ادارتها وفكرها كله فكر قطاع خاص هو اللي بيقود هذا الموضوع. لما عملنا موضوع ايادي رغم ان راس المال الاساسي فيه هو راس مال عام، لا هقول لحضرتك انا عندنا عدد كبير جدا من المشروعات، سواء في السياحه، سواء في التمويل متناهي الصغر، سواء في التاجير التمويلي، سواء يعني عدد، احنا ان شاء الله في مدينه الاساس في دمياط هيبقى دور اساسي لايادي هتكون موجوده. عندنا عدد الحقيقه كبير، انا مش عايز يعني اتكلم نيابه عنهم، لكن انا عايز اقول ان برضو طبعا احنا عامل الوقت، انا عارف ان عامل الوقت ضاغط جدا حضرتك لو تذكري، احنا اطلقنا ايادي دي كمبادره علشان نبدا نعمل فند ريزنج من ديسمبر 2014. طيب. ديسمبر 2014 بدانا العمل واسسنا الشركه وجمعنا راس المال وكوننا الاستاف وكده، كان الكلام دوت في يونيو 2015. فاحنا عمليا النهارده بنتكلم على 9 شهور عمليا من العمل في ايادي، نقدر نحط طبعا تفاصيل أنا حتى عليها بعد كده. فيما يتعلق بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، انا ما عنديش زي ما بتقول مدير المشروع، انا ما عنديش فكر واضح للدوله بتقول انا هعمل الكلاسترز دي في المنطقه الفلانيه. حضرتك عارف طبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه، لو بعمل جلابيه الزرار في ورشه، صحيح. والكم في ورشه والياقه في ورشه، وبعدين يجي التصدير في ورشه ثانيه، يعني صحيح. بيبقوا لازم جنب بعض، وبيكون مثلا هنستهدف الصعيد او هنستهدف بحري او نستهدف، انا ما عنديش حد بيفكر كده. احنا قاعدين نقول ايه، واحد يفتح كشك، واحد يفتح مش عارفه كذا، واحد يفتح، الفكر بتاع التنظيم ماذا تريد الدوله للمشروعات الصغيره والمتوسطه مش موجود. لا يعني انا عايز اقول العكس الحقيقه، الفكر اللي موجود النهارده، يعني لو حضرتك بتدي امثله مثلا مدينه الاساس اللي بنفكر فيه، ان مثلا في مدينه الاساس ده المثل الوحيد اللي لا قدامنا. لا مش المثل الوحيد، احنا عندنا كمان بنشتغل، احنا عندنا حوالي 9 مناطق صناعيه موجوده منتشره على مستوى المحافظات، بنشتغل دلوقتي على ان هم تكون مناطق صناعيه متخصصه في يعني في مجالات مختلفه، بنتكلم على مثلا بتروكيماويات ان هي تكون لازم بنعمل كلاستر لهذا الموضوع، وعندنا الحقيقه عندنا يعني مصنع كبير ان شاء الله يعني مشروع كبير بيشتغل خلال الفتره اللي جايه دراساته. هي مهم جدا برضه مدام لميس ان فكره ان يكون عندي دراسات جدوى، احنا الحقيقه يعني مش عايز اقول كلام يعني يزعل الناس، بس احنا فترات طويله جدا كنا بنبدا المشروع وبعدين نبدا بدون دراسه جدوى وبعدين نعمل دراساته. لما النهارده اقعد انا 6 شهور او كذا في دراسه تفصيليه لهذا المشروع قبل ما ابدا فيه، ده بالعكس ده هو ده عنصر نجاح اساسي للمشروع. عايز اشوف بقى ما بعد الدراسه التفصيليه بالظبط، وهو ده اللي بنعمله. عشان كده بقول لحضرتك احنا لو بنتكلم على الموضوع زي الريف المصري الجديد كان بمنتهى السهوله احنا كنا اشتغلنا وكنا عملنا وبزنس از يوجوال. انا بحس انه انتم مهتمين بالريف المصري الجديد لان هذا هو مشروع الرئيس، لكن مش بس الريف المصري الجديد، يعني فكره المليون ونص فدان وقناه السويس كانت مشروع الرئيس، لكن انا بتكلم هنا على الاقتصاد. انا عندي مصانع بتقفل، عندنا السياحه في حاله انهياريه، عندنا التجاره والوضع اللي انت شايف يعني برضو اولوياتكم ايه الاقتصاديه في هذا البرنامج؟ لا يعني طبعا يعني تاني زي ما قلت انا طبعا لا انكر ابدا ان احنا عندنا تحديات وكلنا مدركين التحديات اللي موجوده، لكن اعتقد ان احنا ماشيين بشكل منهجي وعلمي سليم. زي ما قلت لحضرتك انت بتتكلمي على ان دي مشروعات السيد رئيس الجمهوريه، عندنا مشروعات اخرى في عدد من المحافظات وعدد من القطاعات المهمة جدا، يعني على سبيل المثال قطاع السياحة كلنا ما نختلفش على أهميته. احنا بدأنا في أيادي حطينا بالتنسيق مع غرفة الاتحاد العام للغرف السياحية ومع وزارة السياحة، وحطينا ما يسمى بالسيد كابيتال او الرأس المال الاساسي المبدئي لهذا الصندوق، وكان عندنا خطة ان احنا نطلع نعمل يعني رود شو ونعمل فند ريزنج لهذا الصندوق، كان مفترض ان هي تكون في اكتوبر نوفمبر الماضي. طبعا الاحداث اللي حصلت مؤخرا واثرت، لقينا او يعني الناس اللي ماسكين هذا الموضوع اللي بيديروا هذا الموضوع قالوا لا مش ده مش افضل وقت نقدر نطلع فيه دلوقتي، خلينا نأجلها شوي. لو زي ما قلت حضرتك في مجالات اللوجستيات مثلا النقل واللوجستيات، احنا بنتكلم النهارده المشروع المركز اللوجستي في دمياط ان شاء الله باذن الله خلصنا، عملنا مجموعه عمل كبيره ودراسات تفصيليه واشتغلنا عليها، والنهارده ان شاء الله الفتره اللي جايه برضو ده من الحاجات اللي هتكون في برنامج عمل الحكومه. زي ما قلنا مدينه الاساس برضو من الحاجات المهمه، المجمع الصناعات الكلاستر دي كلها حاجات احنا بنصرف عليها، دي حاجات كلها احنا بنصرف عليها. نعم. انا عايزه دخل،
يعني دايما المشروعات الكبيره دي، سواء المشروع اللوجستي او المليون ونص فدان، دي كلها حاجات نحن كدوله ننفق عليها، سواء بقى من المجتمعات العمرانيه، سواء من هنا من هناك، احنا كدوله بننفق عليها. وبالشراكات مع القطاع الخاص الحقيقه يعني. القطاع الخاص والاف دي اي اللي جاي من بره متوقف. القطاع الخاص لا يتوسع، احنا مشاكل الاستثمار هي الاساس عندنا. صحيح. في القصه دي دي المعضله الاساسيه. بدون مواجهه حقيقيه واختراق حقيقي لده، او حتى بارل سيستم، نعمل نظام موازي. يعني واضح ان الشباك الواحد ده ما نفعش، فنعمل شباك اخر موازي لمده 4 سنوات مثلا، بس لازم يكون في اختراق للمعضله اللي هي لا ترخيص، لا ارض، لا كهرباء، لا الحقيقه يعني اللي حصل الفتره اللي فاتت، يعني انا طبعا مش عايز، طبعا مش هقدر اقول ان احنا حلينا المشاكل، طبعا ده غير واقعي على الاطلاق، وكلنا طبعا شايفين، وانا مع حضرتك، ان لو بنبص على الاف دي اي ونبص حتى على الاستثمارات الخاصه محلية. الوطنيه المحليه طبعاً. لا مش بنتكلم في الناس معدلات بتقفل يا دكتور. 14% معدل استثمار، الناس بتقفل يعني مصانعها، يعني خلاص. معدلات استثمار منخفضه جدا. وزي ما حضرتك بتقولي، هو تحسين مناخ الاستثمار، جزء من تحسين مناخ الاستثمار هو وجود الاطار التشريعي. اعتقد الاطار التشريعي اللي حصل خلال الفتره الماضيه، اللي هي التعديلات الاساسيه اللي دخلت على قانون الاستثمار، قانون 8، اعتقد دي عملت الاطار التشريعي اللي في تقديرنا احنا في الحكومه ان هو ده الاطار المناسب. لكن في مقاومه، يعني خلينا نكون طبعا في واضحين، مقاومه، طبعا في مقاومه ان احنا ده يتم. الحمد لله في حاجات اتحركت كتير، بالذات في مجال مع المجتمعات العمرانيه الجديده، وبالتنسيق مع وزاره الاستثمار تم الحمد لله، وتم بدء الاعلانات على مثل هذه المشروعات. ده بيفتح الباب للتدفق استثمارات. لكن زي ما قلت لحضرتك، الموضوع مش بس طبعا اللي حاصل في سوق الصرف، في سوق النقد الاجنبي، اعتقد ده برضو طبعا ليه تاثير كلنا ملاحظينه ومدركينه. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك، احنا بالتنسيق مع المجموعه الاقتصاديه ومع البنك المركزي وبرنامج عمل الحكومه، اعتقد السيد رئيس مجلس الوزراء هيعرض ده بشكل تفصيلي، ونتمنى ان شاء الله ده ينال يعني الثقه باذن الله. اسمح لي اخرج فاصل، بعد الفاصل عايزه اعرف ايه اولوياتكم، يعني اكيد انتوا عندكم اولويات. اللي مش ممكن هنفتح كل المجالات في نفس التوقيت، لكن لازم يبقى في مجموعة أولويات بجدول زمني واضح هتحددوا فيه. والله احنا عايزين نستهدف تحقيق 1 2 3 4 في جدول زمني 1 2 3 4 عشان الناس كمان تقدر تحاسبكم. فاصل ونواصل هذا الحوار مع السيد وزير التخطيط.